أنور الخليدي. الفريق الركن محمد علي المقدشي وزير الدفاع، الإخوة محافظي المحافظات، الإخوة وكلاء المحافظات، الإخوة مدراء الدوائر وزارة الدفاع، الحاضرون جميعا كل باسمه وصفته، الإخوة قيادة وضباط المركز التدريبي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسرني في هذا الصباح التاريخي أن أخاطبكم بالأصالة عن نفسي ونيابة عن جميع زملاء الخريجين من الدفعة الثالثة لتأهيل الضباط، والجميع يشهد حدث تخرجنا من هذه الدورة والتي مثلت لنا نقلة نوعية أحدثت تحولا كبيرا في حياتنا العسكرية ببرامجها العلمية والعملية التي تلقيناها في مختلف الجوانب العسكرية. الحفل الكريم، الحاضرون جميعا، إن لذة الإنجاز والانتصار لا تأتي إلا لأولئك الذين تصببوا عرقا في ميدان التدريب ليوفروا قطرة الدم في معركة القتال. فاللياقة العالية والمهارات القتالية والتكتيك العسكري لا تتوفر إلا في ظروف تدريبية كالتي عشناها، وهو هدف سعت إليه القيادة السياسية والعسكرية ممثلة بالمشير الركن عبد رب منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة ونائبه الفريق الركن علي محسن صالح وقيادة وزارة الدفاع. وإنني نيابة عن زملاء الخريجين أرفع إليهم أسمى آيات الشكر والعرفان على اهتمامهم بالتدريب والتأهيل في مؤسستنا الأمنية والعسكرية. الحفل الكريم، يأتي تخرجنا اليوم من هذه الدورة في ظل ظروف استثنائية يعيشها يمننا الحبيب جراء الانقلاب على الدولة ومؤسساتها من قبل ميليشيا كهنوتية مدعومة من إيران، وعليه فإن التحاقنا بهذه الدورة ونحن في ميدان المواجهة مع تلك الميليشيا، وها نحن في حفل التخرج اليوم نؤكد لكم فيه أننا رهن إشارة قيادتنا العسكرية في كل جبهات استعادة الشرعية وتأمين المناطق المحررة، وأن العدو الحوثي سيلقى منا من البأس والشدة ما لم يره من قبل بعد تسلحنا بالمعارف والمهارات العسكرية في هذه الدورة. إننا نتشوق شوقا إلى مواقعنا ومتارسنا، إلى أفرادنا ووحداتنا، لنواصل مشوارنا النضالي في ظل دولة اليمن الاتحادية ونظامها الجمهوري. قادتنا العظماء، أبطالنا الأشاوس، نكرر شكرنا لقيادتنا السياسية والعسكرية ممثلة في رئيس الجمهورية المشير الركن عبد رب منصور هادي ونائبه الفريق الركن علي محسن صالح ووزير الدفاع الفريق الركن محمد علي المقدشي، وإلى رئاسة هيئة الأركان وهيئة التدريب وإلى قيادة المركز التدريبي بالرويك ومعلميه على دعمهم واهتمامهم ومتابعتهم وصبرهم وجلدهم في إنجاح هذه الدورة. ختاما، نعاهد الله ونعاهدكم أن نظل أوفياء لوطننا الحبيب ملبين نداه مؤدين كل واجبات نكلف بها من قيادتنا العسكرية، وأن نطبق ما تعلمناه في كل حياتنا العسكرية. والله على ما نقول شهيد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تمام أخي.